أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية بقطاع الصحة، حيث ستنطلق امتحانات الترقية لقطاع الصحة عامة ولنقابة شبه الطبي خاصة يوم 30 من ماي من شهر القادم، حيث سيتجاوز أكثر أو سيجتاز أكثر من 10,000 منتسب لقطاع الشبه الطبي هذه المسابقة. التفاصيل مع نسمة الوافي. أسفر الاجتماع الذي ضم اللجنة الجديدة التي كلفها وزير الصحة عبد الملك بوبياف مع نقابة الشبه الطبي عن جملة من القرارات لتنظيم وقع منتسبي القطاع الشبه الطبي أكثر، حيث تم أخيرا تحديد يوم نهائي لامتحانات الترقية لذات النقابة بعد تأجيل هذه المسابقة 3 مرات على التوالي. قلنا باش يكون 30 ماي أول يوم تاع المسابقة تاع الامتحانات. كاين هذا التقنية تسمى تاع الميدان، اللجنة الوزارية مع اللجنة تاع النقابة تاعنا اللي راح يتكلموا في التقنية تسمى. كما سيستفيد أكثر من 100,000 شبه طبي من زيادات في الأجور تتراوح ما بين 5 إلى 8,000 دينار جزائري حسب الاختصاص الأقدمية وسنوات الخبرة مباشرة بعد اجتياز امتحانات الترقية. تنظر فيها إجراءات باش تكون هذه الزيادات، ولكن هذه حاجة كما يقول لك رسمية، زيادة راح يكونوا أمور ترقية. 1,000 دينار 3,000 دينار واحد على حسب الأقدمية تاعو في المهنة. وبهذا تكون الوصاية قد أخمدت أحد نيران الإضرابات من جهة، كما سيتنفس منتسبو شبه الطب الصعداء من جهة أخرى.